السلام عليكم شباب، شلونكم؟ شو اخباركم؟ طبعا انتم كلها تعودتوا على 370، اليوم ابين لكم 350. اليوم عندنا 350، زين ان شاء الله اليوم بنظفه نرتبه بنحاول نخليه as good condition as possible ان شاء الله. وموتر بيه ترتيب تنظيف لون اشياء وايد، يعني في خربانه، يعني عندكم هني في الارمات يبينهم تصليح، السسبنشن يبينه تصليح، ولا شيء حتى في مكان الماكينة. فهاي بيكون كذا بارت من تصليح، حتى الصبغ الموتر نصبغه من حتى الصبغة كل شيء. فالموتر بيكون بروجكت لمدة يمكن سنة يمكن أزيد، فاحنا بنحاول نرتبه ننظفه نعدله نزقرته وكذي عشان تستمتعون يعني مع الأيام الجاية. اليوم عندنا كل هالبر مالنا، زين كراك الالكترونكس يس. يلا زين، خلنا اقول لكم شيء، احنا قاعد ننظف كل شيء، ترى الموتر هو وار من امريكا. حلو، جانا نحصل اوبا وين هي، فوكس فوكس، شوفه شوفه مقلوب، اوكي ايوه شوفه، يو اس اي، هذا هو يونايتد ستيت اوف امريكا، يس فايندرز كيبرز. يا كيفك؟ انا كان لقيت الخير اللي باخذهم انا. ايوه فاوند هات كبوس. شوفوني وين معبى هذا هو. لوك ات ذات اس. ايوه اهم شيء. زين يلا. كسر كسر بارت 1 دان. اه نسيت التاير الالكتروني، ما تقدر تظهر اللون بيتم سندويتش. اوكي درايفر. ليش حاط دوبك دوب ذي من وايد من وقت؟ ها؟ ليش حاط دوبك دوب ذي وايد من وقت؟ لا بشيل ذي، لا قلت لك وايد من وقت. ليش؟ ترى فيزيولية هني كامل بنظف هذا. زين هذا ما ينشر هو بس كذي، فهمت وايد مستعد. مشغولين كل شيء. مشغولين كل شيء. بس باقي سكروبين هني. هذه ينقام هاي ان شاء الله شي بروحها. زين؟ ايه. انا ما عرفت ايش قاعد تشتغل على شنو، ايش قاعد تفرل على كيفك. هذه اول شيء ان شاء الله بروحها. شيل ذي، هذه النور. خليناك على روحتك بعد متى. دامك تفلزت من قبل مفروض انت تقول لي ولا ايش قولك؟ انا ما ادري، عبيت اعرف دربك، شفت فيديو يوتيوب قبل ما تجيني او شيء. لا في كليب هني وكليب هني. بطل هاي اللي تحت. ابطل. هلا عتاو شيء انت ادري هاي اللي بس كذي انت يا ولد، شوفوا رفيجكم انت وين وايك، حتى ما غلط يصير فوكس عليك. يلا خلاص ما تبين في الفيديو كحين بين. لو ستارت كليننج يلا تيك ذس ليتس جو. يلا عندي لك هديه انا الحين. يلا حق الكليننج بالذات، حق الكليننج عندي لك هديه. شفتها برا؟ لا احلى من كذي. زين شوف انا بعطيك الكيسه، انت لا تطلع شو دخل شيء، بس حط يارك وطلع. I remember them. بس يا واتر الشباك. All that shit. هاي شنو؟
مخمل لا صاير مخمل الوصف. الزيتين بس بابا بس بابا خلاص بابا بس ترى اي وونتد تو شو اسمه تو مساعد شوف ما كنت بطل هالقد ايه كنت بطل كذي twenty four hours later هاي اليوم يوم الثاني yes دور أغراض، سبير بارت، حق الموتر طيب اليوم الثاني لكم مولا ها؟ يس بنروح ليش اوكي شلون غير يعني؟ عندكم خليجي؟ عندكم خليجي؟ بشوف شكله فوقتنا عادي بس مال امريكي يكون بارت نمبر غير ومال خليجي بارت نمبر غير في النهايه هما نفس الشيء كلش عادي اوكي الحل اوري يرضى زي اكسبورت بس نفتر راح كاتش وهذا ساد لي ما حصلنا شيء بس حصلنا كوفي بابا 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 yeah. Yes. Do what he did, huh? So, basically, يعني إحنا نظفنا السيارة بس ما نظفناها عدل زي ما زين. أنا مرد بالتوسخ. فقلنا إحنا بنعدل السيارة بندور سبير بارت ندور كل شيء نصلحها عقب موديها محل سوي ديب كلينينج بروفيشنالي. Or maybe we will do it. Who knows? Who knows? Maybe. Everything is possible. Stay tuned yeah. to find out. فحالياً إحنا كاترة. To the place that this car is supposed to be. Alright. Shit, huh? Do you remember where was the scene? It was over there. ايه اقول لك حس يركب This is a 370 فنأمل ان الراديتر الريزرفوار يكون نفس السايز It is In the same mounting point It is صدق؟ ايه بس خلاص امورنا طيبة Different. بس شوف it's all zip tied تشي ذاك ايه we can continue zip tying it okay we can continue zip tying it I have no issue with it لكن السؤال هو ولا تسد هاي رجعنا الموتر حاليا زين خلي اشرح لكم شنو يحتاج هالموتر زين عشان تكون عندكم فكره شنو الابكومينج فيديوز على اليوتيوب بيكون عن الموتر عن شنو لنعرفه ان عندكم الرنجات يبي لهم تبديل سسبنشن يبي له تبديل كنترول ارمز يبي له تبديل في ليك بين الجير بين الماكينه مايندر هني شنو بيستوي البروجكت شنو المشروع بيكون بس all we know انه لحد الحين
صبغاتها بتتغير، ما بقول لكم شنو الصبغة بس بتتغير، ترقبوا. I know بنحط وينج، زين بنركب جناح عليه هاي اكيد، زين maybe diffuser هاي نركب لجن هذه اسمها الاريل حق الراديو. ف بختم انا الفيديو هني، شكرا لمتابعتكم. زين see you guys again، لا تنسوا لايك شير سبسكرايب، قادر ما حد يسوي شيء بس اوكي. I really enjoy the comments. إذا بتحطون comments, I really enjoy that. أنا أحب أقرأ كومنتات، تشوف يعني إذا عندنا سؤال شيء اقتراح شو نسوي فيها حطوا في الكومنت. إن شاء الله إن شاء الله نقدر نسوي كل هاي اللي تبونه وشو بعد. بس والله goodbye peace.